شفنا شنو هي الاخوين، شنو كيفاش قدروا تدفعوا، شنو كيفاش قدروا تستافدوا من المنحه، شنو شنو هو هذا لو سيستيم القرايه اللي كاين هنايا. دابا جينا نغوصوا شويه ونشوفوا شنو كاين فريمون الدخل الى جانب هذه القرايه، يعني شنو كيديروا هاد الطلبه الوقت كامل في افران وافران، ما فيها ما يدار القنطور ما لا لا هادشي ما كاينش. هاي في الاخوين كاين ما يزيد عن 60 نادي واللي كيخليو الحياه في الحرم الجامعي غنيه بالفرص وغنيه بالانشطه اللي يقدر الطالب انه يمشي يرتاح فيها ويمشي يبدل فيها الجو، يعني من غير القرايه كاينه انديه ذات اهداف ثقافيه بيئيه دينيه علميه والى غير ذلك. يعني لو كلوب اللي بغيتيه غادي تلقاه، ولو كلوب اللي بغيتيه وما لقيتيش تقدر تمشي انت ولا انت تخلقه. وبيان سيغ الجامعه كتدعمك معنويا وحتى ماديا باش تنشا ان كلوب ديالك وتكلف به ودير حتى انت ولا حتى انت دي زيفينمون وتساهموا حتى نتوما في لاغيشاس ديال الحياه الجامعيه في اخوين. هاد الانديه كيف ما قلت لكم مكلفين بهم طلبه، يعني كتلقاو طالب او طالبه هي البريزيدون ولا البريزيدونت ديال هذاك لو كلوب، هما اللي كيخدموا مع ليكيب ديالهم باش يديروا دي زيفينمون ويخدموا على دي بروجي ويحدثوا واحد التغيير لا على مستوى الجامعه ولا على مستوى الجهه ديال افرا. وهاد لو كلوب كلهم كاينين تحت مظله ستودنت اكتيفيتيز اوفيس او لا مكتب الانشطه الطلابيه، واللي غنتعرفوا عليه اكثر مع ايمن. السلام عليكم، معكم ايمن العالمي، طالب السنه الاخيره ديالي من الماستر في البيك داتا في جامعه الاخوين. في نفس الوقت انا خدام مع المكتب الانشطه الطلابيه في جامعه الاخوين. الوغ شنو هو مكتب الانشطه الطلابيه؟ المكتب الانشطه الطلابيه هو واحد المكتب بحال كاع لي ديبارتمون اللي كاينين في الجامعه، غير هو كيختص في الانشطه الطلابيه مع الطلبه لانهم يعطيهم فرص باش انهم يمارسوا الاهتمامات ديالهم. وفي وسط المكتب كاينين بزاف ديال الانديه، يعني المكتب كيسهر على انه يكونوا انديه كثارين باش انهم يعطيو الفرصه الماكسيموم ديال الطلبه انهم يقدروا يلقاو شي حاجه اللي تعجبهم وشي حاجه فين يقدروا يدخلوا وانهم حتى هما يتيبانويساو يرتاحوا شويه ويخرجوا من داك ستريس ديال القرايه ولا روتين ديال الخدمه وداكشي كامل. وفوق هذا الشيء كامل المكتب كيخول هذه الفرصه لانه الطلبه الى عنده شي فكره جديده اللي ما كايناش في وسط هذه النوادي كاملين ولا الانديه، كيمكن له هو يجي للمكتب ويتلاقى مع الناس المكتب ويقول لهم يهضر لهم على الفكره ديالو ويعاونوه حتى يوصلها تولي نادي وينخرطوا فيه طلبه واحد اخرين وتبقى الفكره كتكبر تتولي زعما شي حاجه اللي كتعاون كتساهم في الحياه الطلابيه هنا في الجامعه ولا في الجهه ديال افران. وفوق هادشي كامل المكتب حتى هو شنو كيدير؟ كندير دي زيفينمون ديالنا ديال المكتب الانشطه الطلابيه هنايا في الجامعه، كاين دي زيفينمون كولتوريل ثقافيه، كاين دي زيفينمون ديال الفن ديال الموسيقى ديال التياتر، كنديروا دي زيفينمون ديال غير هكا دي جو هنايا في كومبوس اللي كنعطيو للطلبه انهم هما يقترحوا افكار جداد ويخدموا عليهم، وحنايا نيت كطلبه اللي خدامين معاهم حتى حنا كياخذوا معنا الافكار ديالنا وكنحاولوا اننا نامبليمونتيهم هنايا مع الجامعه كامله على الطلبه كاملين. ما بين الانشطه اللي كنديروا في المكتب هو انه كنديروا انشطه ثقافيه، يعني بحال شكون من سيربح المليون، كنديروا برين باش، كنديروا يعني فاميلي فيود، كاين بزاف ديال الانشطه اللي كنديروا اللي مستقبسين من الافكار زعما من الخارج ومن المغرب. وما بيناتهم عاوتاني كاينين فكاهيه اللي كنجيبوا فكاهيين مغاربه ولا اترونجي اللي كيجيو للاخوين وكيعطيو حتى هما دي سبيكتاكل ديالهم. وكاينين عاوتاني عندنا واحد لو فولي واحد اخر اللي هو الميديا ديال الجامعه، كاين عندنا الميديا ديال الجامعه اللي هما مثلا جورنال ديال الجامعه اللي هو الطلبه هما اللي كيكتبوا فيه، كاين عندنا الراديو ديال الجامعه اللي الطلبه هما اللي كيهضروا فيه، كاين يعني كاينين بزاف ديال الانشطه اللي كيداروا هنا في وسط الجامعه اللي يمكن زعما اي واحد يلقى راحته فيهم ولا يلقى راسه. كما قلت لكم في الاول الا ما لقاش راسو راه يمكن له يجي هو بواحد الفكره جديده ويبدا حتى هو من الاول. اذا كيف ما قال ايمن هاد ستودنت اكتيفيتيز اوفيس ما غاديش يخليكم تحسوا بالملل او القنط في الكومبوس، يعني الا ساليتوا القرايه ديالكم وما لقيتو ما يدار ضروري ما تلقاو شي ايفينمون او لا شي بروجي او لا شي حاجه اللي تقدروا تشاركوا فيها في وقت الفراغ ديالكم. يعني واخا افران مدينه صغيره وكاين اللي كيقول يقدر يحس بالقنط فيها او الملل، ولكن بحكم الانشطه اللي كتكون في الكومبوس راه صعيب انه يجيك الملل، غير لك انت قنط مع راسك، اما لونتوراج ما كاينش القنط. وهاد السيمستر بحكم ان كورونا كاينه يعني بزاف ديال لي زيفينمون كيت انيولاو اي بورتون ما كانش الملل بزاف، عساك في الايامات العاديه يعني ديما كاين ما يدار. ودابا نخليكم تسمعوا من بعض الرؤساء ديال الانديه في الاخوين اللي غيعطيوكم فكره على النادي ديالهم علاش كيهضر وشنو كيديروا، وفي نفس الوقت تكون عندكم فكره على كيفاش دايره الحياه في الحرم الجامعي. السلام عليكم، الاسم ديالي ياسر بن عبد الله، طالب في السنه الثالثه جامعه الاخوين تخصص المعلوميات الكمبيوتر ساينس، ورئيس نادي الثقافه والفنون الاسلاميه واللي كنقول لنا في الاخوين الاسلامي كارس اند كلتشر كلوب. الميسيون تاع الكلوب هي اننا نحاولوا نصحوا المغالطات او الشائعات اللي كتكون حول الاسلام، سيرتو اننا في واحد البيئه في واحد المجتمع
جامعه الاخوين اللي كيكون منفتح على بزاف نتاع الثقافات. هذا الشيء كنديروه من خلال مجموعه نتاع الانشطه الاولى تقدر تكون انشطه اسبوعيه اللي كتكون في الاول يا اما مائده مستديره فين كنحاولوا نناقشوا واحد الموضوع. كل شيء كيعطي الراي نتاعو، ماشي ضروري انك تعطي واحد الراي اللي داخل في الثقافه الاسلاميه او في المبدا الاسلامي، ولكن تقدر تعطي الراي ديالك كيف ما كان. المهمه ديالنا هي اننا خاصنا ننصحوا الا كاين شي مصلحه بيان سيغ. الحاجه الثانيه هي كنديروا مجموعه تاع المسابقات باش اننا نوسع النوليدج ديالنا حول الاسلام. الحاجه الثالثه كتكون اننا كنتصادفوا بمجموعه تاع المحاضرين اللي كيكونوا غالبا اساتذه في الجامعه النيس، وكيكونوا متعمقين في ذاك المجال اللي غادي نكونوا كنهضروا عليه. كاين واحد الانشطه اخرى من غير هذه الانشطه الاسبوعيه، مثلا كنديروا رحلات فين كنكتشفوا الجانب المعماري والجانب الثقافي تاع الثقافه الاسلاميه بيان سيغ. في هذا رمضان مفوكسين على جوج تاع الانشطه. النشاط الاول هو حصص في جويد القران الكريم، والثانيه هي حصص في تعليم الكتابه الكوفيه. السلام عليكم، سميتي انتصار وهذه السنه ديالي الثانيه في اخوين. انا ميجر ان انترناشونال ستاديز ان ام ذا بريزيدنت اوف ذا اي يو اي ديبيت كلوب. الكلوب ديالنا سي الكلوب ديال لي ديبا ولا نادي المناظره. الهدف ديالنا من هذا الكلوب هو اننا نخلقوا سبيس فور ستودنتس تو ديسكاس كونتروفيرشال توبكس، مثلا ابورشن، ديث بينالتي، ان ساتش توبكس فاش كيكونوا دي جون بور اي دي جون كونتر. عندنا جوج ديال الانواع ديال لي زيفينمون ان جينيرال. عندنا اول حاجه ويتش از اي ويكلي ايفنت كتسمى ريتوري كافي. It's an event in which can gelsu hnaya students chillin in the students lounge just in order to know each other's opinions in the most respectful of ways. The second type of events li huwa the most important one, it's debate competitions, the formal ones. I believe that these ones are the most important علاش because they include public speaking, they include the pressure of time, and they include teamwork because we have teams of three debating against each other. So these are the two events li kikunu عندنا normalement, and I believe that it is very important for students to learn first of all how to debate and second of all how to accept each other's opinions. حمزة المبارك، طالب في جامعة الأخوين السنة الخامسة تنمية الموارد البشرية في إطار النوادي الطلابية اللي عندنا في جامعة الأخوين. كرئيس الجمعية هاند إن هاند تحت الرئاسة الشرفية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي إسماعيل، تنظموا بزاف ديال الفعاليات في الأخوين في جامعة الأخوين وعلى برا اللي تنساعدوا بها الكوميونيتي ولا تنساعدوا بها السكان المحليين ديال إفران ديال المنطقة. تنديروا بزاف ديال القوافل الطبية، وهذا الشيء كامل بالمساعدة ديال طلبة جامعة الأخوين وديال الفاكولتي وديال الإطار الطلابي والإطار الإداري ديال جامعة الأخوين. وتنديروا حتى مشاريع مديرة للدخل بحال واحد المشروع درناه، واحد المخبزة سمينا خبزة الأطلس، هي بحال تعاونية مخبزة للعيالات اللي كاينين هنا في المارسي مونيسيبال ديال إفران. وحتى أنا من نهار اللي جيت الأخوين من لو بخومي سيمستر ديالي وأنا كنشارك في لو كلوب، وحتى أنا ترأست أن كلوب، كنت بريزيدونت ديال لو كلوب داسترونومي في العام الثاني ديالي. ومن خلال هذا لو كلوب كنا كننظموا ورشات محاضرات على مجموعة من المواضيع في علم الفلك، وكنا كننظموا حتى مهرجان الفلك في إفران اللي كيكون كل عام، وكنشاركوا في فعاليات على المستوى الجهوي ولا الوطني. ومن خلال هذا لو كلوب تمكنت أنني نديفلوبي واحد لو ريزو مع مجموعة ديال الناس اللي عندهم نفس الهواية واللي هي علم الفلك. إذا هاد الناس اللي شفتهم رأسين دا كلوب ولا حتى الناس اللي مومبر في لا كلوب، اكيد ما هادشي كياخذ منهم الوقت وكياخذ منهم الطاقه، اذا فهم ما كيديروا هادشي الا وكيستافدوا منه شي حاجه اولا كيلقاو فيه راحتهم. دابا جي نعاودوا نسمعوا من عند ايمن وانتصار وحمزه وياسير ونحاولوا نفهموا علاش هما كيديروا هادشي، يعني شنو كيستافدوا. في الخدمه ديالي في ادمين، يعني في الصاو اللي هو سنت اكتيفيتيز اوفيس، كنخدم على دي بروجي، يعني كنخدم على دي زيفينمون، كنخدم على دي بروسيدور، كنخدم على لا كورديناسيون ما بين دي ديبارتمون اللي بغاو يديروا ان ايفينمون كبير. في نفس الوقت كنجيري الدراري اللي خدامين معنا في المكتب، والحاجه اللي كنستافدوا يعني هادشي كامل راه عامر بالاستفاده. كتجي كتخدم كتعلم كيفاش تخدم مع ليكيب ديالك، كتعلم كيفاش تاخذ بروجي وتخدم عليه من الاول حتى الاخر، كتعلم انك تكومونيكي مع دي ديبارتمون واحد اخرين. يعني انا طالب ولكن كنتعامل مع انسان كبير اللي خدم في الجامعه 20 عام 25 عام، هو هنايا من نهار تحلات، ولكن كيجلس معاك وتهضر انت وياه وكيفاش تقدر تكومونيكي وتوصل له فكره وتفهم الفكره. يعني فين ما كتحط فهمتي ضروري انك كتعلم شي حاجه اللي هي بازيك، اللي هي انك كيفاش تتعامل مع الناس في دي سيتوياسيون ديفيرونت، وكيفاش انك تقدر تخرج راسك وكيفاش تفكر توصل الافكار ديالك. كرئيس للنادي كتخرج بزاف نتاع المعلومات بزاف نتاع الحوايج، ما يمكنش غادي تدخل رئيس نتاع النادي وغادي تخرج رئيس نتاع النادي بلا حتى شي حاجه. وهاد الحوايج نقدر نلخصها في كلمه واحده اللي هي سوفت سكيلز.
كتعلم المانجمنت، كيفاش تمانجي التيم ديالك، كتخدم مع بزاف نتاع الناس، راك ما كتخدمش بوحدك، سو كتخدم مع بزاف نتاع الناس وكتعلم كيفاش تمانجيهم، كيفاش تتعامل مع كل واحد. هذه الحاجه الثانيه اللي هي الكوميونيكاسيون. الحاجه الثالثه هي الكريتيكال ثينكين. ما غاديش توصلك انت واحد الحاجه سو صافي غادي تقبلها كيف ما هي، سورتو ان كيف ما قلت لكم كنكونوا في ديك المائده المستديره وكل واحد كيعطي فكره ديالو، سو تقدر تقبلها وتقدر ما تقبلهاش. الا كاينه شي حاجه تعلمتها of being the president of the AUI debate club, it's leadership, teamwork, and being open to others' opinions. ديما فاش كنديروا ان ديبا ولا فاش كنبغيو ندافعوا على لي زارغومون ديالنا كنبغيو نربحوا. And what I deem is very important اننا نتعلموا اننا نتسنتوا لبعضياتنا اكثر ما نهضروا واننا نخرجوا من لا ديسكوسيون كاملين رابحين دو تيل سارت كو تعلمنا من بعضياتنا و او ميم طون وي ديفلوبت اور بابليك سبيكينغ سكيلز. لا شنو تعلمت انا كرئيس؟ تعلمت بان تقد تكون ما تتقراش داكشي اللي دير في النادي، ولكن النادي يسمح لك بانك تعلم شي حاجه اللي ما تقدش تعلمها في القسم. تنكاسيو هذاك المومنتوم ديال القرايه بالخدمه مع النوادي اللي تتسهل علينا زعما الحياه ديالنا هنا في اخوين، وتعلمت بزاف الحوايج اللي تساعدني باش غير في النادي ولا الجمعيه هاندي هاند ولا في الحياه البروفيشنال لايف ديالي. وهادشي اللي بغيت نقول لاي واحد زعما اللي عنده الاستعداد باش يدخل جمعيه الاخوين. حتى انا فحالهم، يعني داكشي كاع اللي كيهضروا عليهم انهم استفدوا حتى انا حتيت براسي استفدت منه من خلال المشاركه ديالي في الكلوب هنا في اخوين. فماشي سهل انك تورغانيزي ان ايفينمون دو ا ا زد، راه ما ساهلاش. وماشي سهل انك تخدم مع اون ايكيب ديال الناس مختلفين، ما ساهلاش. وماشي سهل انك تمشي تلقى دي سبونسور، ماشي سهل انك تدبر شكون اللي يدير لك الاشهار، ماشي سهل وماشي سهل وماشي سهل. يعني هاد المشاركه ديال الطالب او الطالبه في الكلوب فريمون كيتعلموا منه شحال من حاجه اللي كيف ما قال حمزه ما غاديش تقدروا تعلموها في القسم. وصراحه فاش نقول لكم الصراحه، الا جيتي الاخوين ولا ماشي ضروري اخوين، الا مشيتي فين ما مشيتي، يعني ليكول اللي مشيتي ليها الا بقيتي دايره ديما كنقولها انا راه جو سوي كونتر ان الواحد يبقى يقرا وقته كامل، مي نقسم وقتي شويه قرايه وشويه نكتشف ندير انشطه جديده ونتعرف على ناس جداد ونديفلوبي دي كومبيتونس ديالي. عاوتاني انا ماشي كونتر القرايه، انا كونتر عدم الانفتاح على مجالات اخرى من غير الدراسه ديالي. واخا الجامعه ديالك نقولوا مثلا ما متيحينش فيها الفرص فحال هكا، ما فيهاش الانديه، وانا بغيت واحد النادي اكس، نبدا انا نخلق هذاك النادي، انا اللي ناخذ مبادره وغنكري هذاك النادي اللي بغيت، وغادي نجمع معايا الناس اللي حتى هما كيامنوا بنفس الفكره اللي كنامن بها انا، وانا كريت واحد الكوميونيتي. يعني ماشي بالضروره نمشي للبلاصه اللي ديجا فيها الفرص وندمج حتى انا مع الفرص، نقدر نمشي لواحد البلاصه اللي ما فيها حتى فرصه ونخلق انايا هذيك الفرصه. وشكرا على المشاهده. الى عجبتكم الفيديو ديروا لايك، والى ما عجبتكمش ديروا سبسكرايب. لا لا، الى ما عجبتكمش عطوني اقتراحات كيفاش نطوروا باش تعجبكم، فهمتوا؟ كيفاش بغيتي هذه الطاقه هذه؟ كيفاش تكون خصني نقول opportunities؟ بغيت تهضر مع واحد اخر بديك الطريقه باش كتنوي فردي تفاصيل. لا لا ما قلتش شنو قلتها، صافي نعاود ياك شنو الحاجه اللي استفدت از ادمي؟ One thing. Can I give examples؟ باننا كنعرفوا اش كنخربق. يمارسوا الاهتمامات ديالهم، يعني انهم ما تقوليش لي ماكش كتصوري. وصراحه يعني وعاوتاني من غير وحتى وشتي المهم راه إفران ما فيهاش القنط. وين الطبيعة الخلابة والجو الجميل والشمس المشرقة والناس زوينين، وشنو القنط؟ الإضاءة تبدلت، الشمس عاد قررت تخرج، علاش؟